يبدو أن الحرب في حياتك ليست المعاناة الوحيدة وليست الوقت الصعب الوحيد. أنت عانيت وأنت صغيرة من ضمور في المفاصل حرمك ومنعك من الحركة والركض والانطلاق كسائر الأطفال. حدثينا قليلا عن هذه المعاناة، كيف عشتيها جويس؟ هي المعاناة كانت منا واضحة للكل، أنا كنت عم بعيشها مع حالي لأنه أنا كسائر الأطفال يعني ما عندي إعاقة، بس هي سندروم موجود خصوصي بالركب، في ارتخاء بالمفصل، هيدا الشيء ما بخليني كنت أركض أو أعمل حركة مثل أصدقائي يعني بعمر 8 سنين أو 12 سنة، ما كنت أقدر أركض 50 متر، كانوا يقولوا لي المفركشة يعني بلبنان إنه المنة الثابتة، أو حتى عانيتي من التنمر كتير كتير، وهذا الشيء كان يعني خليني أعيش الوحدة، أعيش لحالي، ما بدي أقعد مع الأصدقاء، أبكي كتير يعني، فعشت فترات سوداء كتير صعبة. ولحد يعني بال 96 في كان فيلم نزل بالسينما عن الينز، انه هن بيجوا وبيقتحموا هالكره الارضيه، وهن شو بيعملوا؟ ركبتهم تسكع لورا، تنحني لورا الى الورا. ايه، فهن قالوا لي الرفقه بالمدرسه وبالصف اني انا، صاروا يشبهوك بال، انه انا هلا لازم انطر المركبه الفضائيه ولا يجوا ياخذوني. جميل انك تتحدثين عن هذا الان بابتسامه. هلا عم بضحك، جميل جدا، هلا في ابتسامه، بس اكيد نابعه من وجع. يعني انا كنت ما بشوف حالي اني بقدر اعمل اي شيء خصوصي بالرياضه، انه حتى كنت اقول بدي بس اركض كيلومتر كيلومتر، بس قدرت. كيف تخطيتي هذه المعاناة؟ كيف تخطيتي هذا القصور؟ كيف تخطيتي هذا التنمر؟ انا ما تخطيته، انا عشته بطريقه كثير بشعه، يعني حتى وصلت لمراحل كثير سوداء، كثير كثير سوداء، يعني ما عاد بقى بدي اكون موجوده بالحياه، هالقد كانت افكاري سوداء. بس خي جورج كان هيدي نقطة الضوء بحياتي. ليش؟ وشغلة كتير بسيطة، جورج أنا كان عمري تقريبا 13، هو كان عم بفوت على الجامعة وفات يدرس يصير أستاذ رياضة، أخذنا على النادي الرياضي وبلش يعطيني تمارين أسبوعية، وبتذكر بعد تقريبا سنة من التمرين قدرت أركض أول مرة 3 كيلومتر بسبق، بعدين حطيت ال 5 كيلومتر على ال 15 سنة، ركضت ما ربحت، بعدين حطيت هدف اني اركض الماراثون 42 كيلومتر، يمكن اخذ لي 7 ساعات. تقولين جويس لم استيقظ يوما واقرر ان احقق انجاز، الامر لا شك تطلب منك مثابرة وجهد كبيرين، يعني لما ننطلق من مشهد وواقع الطفلة التي كانت لا تستطيع المشي والجري والركض والتسلق إلى بطلة في تسلق الجبال، تحول كبير لا شك. كيف بدأ شغفك برياضة تسلق الجبال؟ جيت على الطبيعة مشيت فيها هالقد بكل بساطة، حبيت كتير هالرياضة وصرت كل نهاية أسبوع كون بالجبل، وبلشت تنمى هالرياضة من هواية لبعد 17 سنة صارت احتراف. حلمي كان قد خريطة العالم، هالقد كبير خلتني أحلم، وكل شيء بلش من هون. من ساعدك؟ من شجعك على المضي في هذا الحلم وهذا الشغف؟ أول شخص آمن فيي هو خيي جورج، هو أكبر مني، هو رقم 3 بالبيت، أنا رقم 4، وكان حدي، كان حدي أول شيء ببرنامج التمرين تحضيرات، كان حدي كمان يعني التحضير النفسي والذهني، هو صديقي، يعني حتى أنا بكون على علو 6000 متر 7000 متر عندي مشكلة، أنا بدق له لجورج على الساتلايت، على التليفون الساتلايت لا أتواصل معه، وقت أكون أنا بمحل كتير صعب ومش عارفة كيف بدي أعمل قرار أنا وعلى الجبل، الشخص الوحيد اللي إذا ممكن أتصل فيه هو جورج.